ذا فروج، يعني كل هذا الضفدع. براين تريسي، براين تريسي ألف كتاب ده عنوانه، ويعتبر من أشهر الكتب مبيعا واللي ترجمت لعديد من اللغات. بيقول براين تريسي في كتابه العجيب والغريب: If you have to eat two frogs, start with the biggest and ugliest one first. يعني إذا أنت واجب عليك إنك تاكل ضفدعين، ابدأ بالأكبر والأقبح أولا. حاجة غريبة جدا، إزاي الكلام ده؟ يعني باختصار، لو أنت موظف وأمامك شغلتين أو مهمتين لازم تنجزهم، بيقول لك ابدأ بالأصعب والأكبر الأول. ليه يعني؟ إيه الحكمة من كده؟ لأن إنجازك للمهمة الكبيرة والصعبة حتى ولو لم تنتقل للمهمة الأصغر هيكفي إنجاز، وحيشيد من يراك ومن حولك لك بالبنان. أما لو أنت بدأت بالمهمة السهلة والبسيطة وما أنجزتش غيرها وما انتقلتش المهمة الصعبة والكبيرة، اللي قدامك مش هيشوفوا أن أنت حققت إنجاز كبير، عادي يعني. فبالتالي يا جماعة نتعلم في عملنا، لما يكون عندي مهمتين أبدأ بالمهمة الأكبر والأصعب أولاً.